مستر احنا بنصور. لا والله يعني مش عارف ابتدي الفيديو ده ازاي. بصوا يا جماعه الانجليزي زيه اي زي اللغه العربيه بالظبط، في فصحى وفي عاميه. احنا بقى هنركز النهارده في الايه، في الحاجات العاميه، لان انا جايب لك اشهر كلمات وتعبيرات سلانج ووردز بتستخدم في اللغه الامريكيه العاميه في 2021، يعني حاجه احدث حاجه كده. تمام، اتفرج على الفيديو للنهايه وانت هتعلم تعبيرات جامده جدا تقدر تستخدمها في مواقف كتير. يلا بينا. اول تعبير معانا اسمه هيتس ديفرنت. ده بقى لما تحب تقول على حاجه زي عندنا في العربي كده جامده فشخ، يعني مثلا ايه، this pizza hits different، يعني البيتزا دي جامده فشخ السنين اخر حاجه. او مثلا the new song، الاغنيه الجديده دي hits different، او this girl hits different، البنت دي جامده اخر حاجه. تمام، مش لازم فشخ، ممكن تقول اخر حاجه. فhits different معناها جامد او جامده اخر حاجه، والفيديو ده هيبقى جامد اخر حاجه ان شاء الله. عندنا كمان كلمه cap. كلمه cap في العاميه معناها lie او كذبه. فلما تقول له مثلا ايه، all you do is cap، كل اللي انت بتعمله كذبه. There is nothing real about you، مفيش حاجه حقيقيه فيك. all you do is cap. فكاب في العاميه معناها كذبه، ومستخدمه جدا 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 في 2021. من الحاجات برضه اللي بتتقال في 2021 CEO، يعني رئيس مجلس الاداره. فرئيس مجلس الاداره لما تقولها في الانجليش بالعامية معناها ان انت جامد جدا في حاجة. لما تقول مثلا I'm the CEO of English، يعني انا رئيس مجلس الادارة في الانجليزي، يعني انا كويس جدا في الانجليزي. مين اللي زي في الانجليزي؟ ف CEO of، وتقول بقى الحاجة اللي انت جامد فيها. ماشي يا جامد، يبقى I'm the CEO of، والحاجة بقى اللي انت جامد فيها. يلا بينا على اللي بعد. down في العامية مش معناها تحت، معناها انك موافق على حاجة. I'm down for something، يعني انا موافق على شيء. زي مثلا ايه، I'm down for the party، انا معاك يا معلم، انا موافق على الحفلة. I'm down for the party. down for يعني موافق على شيء. عندنا كمان كلمة toxic. toxic في اللغة الانجليزية الفصحى معناها مسمم، لكن في العامية بيستخدموها بمعنى bad. فلما اقول لك ده صديق سيء، he's a toxic friend، he's a toxic friend، ومستخدمة بكثرة. كل الحاجات اللي في الفيديوهات النهاردة استخدمها كتير جدا. toxic. كلمة shook، shook، ودي معناها مصدوم. يعني مثلا for example الاهلي is losing the league، الاهلي بيخسر الدوري. I'm like shook، انا مصدوم. بتستخدم كتير جدا برضو، هتلاقيها في comments على تويتر وعلى الفيسبوك. الامريكان بيستخدموا الكلمة دي كتير جدا، I'm shook. like shocked في الفصحى، بس هو بيقولوا بس ايه، shook، I'm shook، انا مصدوم. عندنا كمان كلمة weak. اغلبنا عارف ان weak معناها ضعيف، بس weak مستخدمة في 2021 في العامية بمعنى ضحكت جامد جدا، ما قدرتش امسك نفسي. this joke was amazing and I was like weak، ضحكت كتير، وقعت على الارض من كتر الضحك. weak. اوكي، كلمة flex يعني يتفشخر. هي flex معناها انك بتلين عضلاتك كده، فلما يعني خدوها بقى وبيستخدموها في العاميه بمعنى يتفشخر. فلما تقول he's just flexing، يعني بيتفشخر علينا. flex، flex. دي اهم الكلمات العاميه المستخدمه في 2021 slang words 2021. لو الفيديو عجبك شير اند لايك، وخليك روش واستخدم slang words. خلينا اشوفكم على خير، سلام.